اليوم. يعني هذه الوثيقة الدستورية اللي صوتوا لها المغاربة في 2011، يعني من حق أي مغربي ولا مغربية يتسأل أشنا هو الجدوى ديال هذه الوثيقة؟ واش من حقي نحترمها ولا من حقي نخترقها؟ واش من حقي نحافظ على دستوريتها وقدستها ولا من حقي أنني نشرقها ونحرقها؟ علاش؟ حيت هذه الوثيقة خلات المواطن المغربي يآمن بأنه راه في واحد الدولة ديال المؤسسات. يعني لو وقعت واحد الفاجعة، وقعت واحد المأساة، راه الدولة بالثقل ديالها، بالحكومة ديالها، بالإدارة ديالها، راه كتنزل باش كتحل المشاكل. لكن للأسف الشديد الفاجعة اللي كتعيشها مدينة الدار البيضاء، بل الفضيحة اللي كتعيشها مدينة الدار البيضاء منذ بداية الدخول المدرسي، كيبين بأن الدستور ما عنده حتى شي قيمة، وكيبين بأن هذه البلاد ما فيهاش حكومة وما فيهاش مؤسسات. علاش؟ المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير لوين سجد العين السبع، وأسفاه منذ بداية الدخول المدرسي إلى يومنا هذا لم يتلقى الطلبة ديالها اللي هما 4000 طالب وطالبة، لم يتلقوا أي درس. شنو الدرب ديال الطلبة؟ الدرب الوحيد اللي ارتكبوه هو أنهم آمنوا بهذه المدرسة، وآمنوا بأنهم يمكن يديروا واحد المستقبل بالانضمام لتكوين في لوين سجد العين السبع. لكن للأسف الشديد بين عشية وضحاها، يعني هاد الطلبة والطالبات لقوا راسهم ساندويتش ما بين الإدارة وما بين الأساتذة. علاش؟ لأن هذه المدرسة متوقفة في هذه الدراسة منذ بداية الدخول المدرسي إلى يومنا هذا بسبب خلاف ما بين الإدارة وما بين الأساتذة. المقام هنا لا يسمح باش نقولوا شكون عنده الحق، واش الإدارة ولا الأساتذة. حنا اللي تهمنا هما هاد الدراري تحولوا إلى ساندويتش ما بين هذا الخلاف اللي قلنا ما بين الأساتذة وما بين الإدارة. ولكن الذنب ليس ديال الفاعلين في هذه المؤسسة بقدر ما أن الذنب يتحمله بالدرجة الأولى وزير التعليم العالي الذي عطل الفصل 89 والفصل 93 من الدستور، ولم يمارس الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى هذه الوثيقة الدستورية لينزل ويحسم الخلاف، إنقاذاً أولاً للسمعة ديال المدرسة ديال لوين سي جي من جهة، واحتراماً للطلبة، وإنقاذ الموسم الدراسي ديالهم. حيت ملي كنقولوا 4000 طالب، 4000 أم، ونزيدوا عليها 4000 أب، ونزيدوا عليها 4000 أخ، ونزيدوا عليها 4000 أخت، أي 20000 مغربي حتى واحد ما تسوق لهم في هذه البلاد، لا وزير التعليم العالي ولا رئاسة الجامعة ديال الدار البيضاء. وإذا استمرت الوضعية على ما هي عليه فلليقين أن هذه الفاجعة أو هذه الفضيحة قد تمتد إلى مؤسسات جامعية أخرى، وآنذاك قد ماشي غير غنحرقوا هذه الوثيقة الدستورية، بل غنغسلوا يدينا على الدستور على المؤسسات ديال البلاد.